للحديث أكثر في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة عبد اللطيف صالحي موفد الشرق نيوزي لولاية سقهراس معنا عبر الهاتف. مرحبا عبد اللطيف. أهلا بك وتحية مسية لكل متابعي ومشاهدي قناة الشرق. أهلا وسهلا بك عبد اللطيف. قبل الظهيرة أو في فترة الظهيرة كنت في ولاية الطارف، الآن تنقلت إلى ولاية سقهراس. كيف تركت الطارف وكيف وجدت ولاية سقهراس؟ طبعا قبل قليل كما ذكرت وصلت إلى ولاية سقهراس، هذه الأخيرة التي نشبت فيها حرائق وتم التحكم فيها بنسبة كبيرة أو بنسبة كاملة. طبعا رغم ما خلفته من قتلى خاصة تلك العائلة، إلا أن الأمور عادت إلى مجاريها. طبعا اليوم كانت زيارة للوزيرين، وزير السلاحة وكذلك وزيرة التضامن، يعني الوقوف على مدى الخسائر التي خلفتها هذه الحرائق، وأيضا تقديم واجب العزاء للعائلات التي فقدت أفرادها. كما قلت الطارف تركتها يعني بنسبة كبيرة تم التحكم في الحرائق، لكن رغم هذا في كل مرة تظهر بعض البقر للنار وسط تلك الغابات والأحراش، بالعلم أن الطارف يعني منطقة غابية كليا. أفراد الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية دائما هم في الخطوط الأمامية لاحتواء أي حريق قبل أن ينشب في جهات أخرى. نعم، لكن يمكن القول عبد اللطيف أننا قد تجاوزنا المرحلة الخطيرة تماما إلى حد كبير. هذا يعني بالحيطة والحذر من للمواطنين، وكذلك يعني المساعدة دائما بالإرشادات التي تقدمها خاصة الحماية المدنية. نحن نعيش يعني في فترة حارة، طبعا يمكن للعامل البشري أن يؤثر على نشوب هذه الحرائق خاصة على الطرق وتلك الأحراش برمي السجائر أو يعني ترك مخلفات، يعني تعرف كيف العائلات تخرج بالتنزه، وبالتالي لابد أن يتم تطبيق تلك الإرشادات والنصائح التي تقدمها الحماية المدنية. طبعا في الطرف مازال الكل متوتر، يعني الربيع الأربعاء الماضي كان أسود بالنسبة لهم ولم يروا مثله، بالتالي حالتهم النفسية دائما هم في تخوف، خاصة مع تصاعد بعض أعمدة الدخان أو نشر أخبار بأن هناك حرائق بسرعة، يعني يصبح السكان خاصة في القرى والمداشر في ولاية الطارف يعني في حالة رعب وذعر، وذلك جراء ما عاشوه الأربعاء الوضع الماضي. الوضع هناك يعني في حالة تأهب، سواء من ناحية السكان أو حتى من ناحية رجال الإطفاء مثلا، الكل في حالة تأهب حاليا، يعني ما زال حالة الخوف والذعر. نعم الكل هنا يعني اخترق كل مجند في ولاية طارف بما فيهم أفراد الجيش الوطني الشعبي في الصلاحيات، هي إما أن تجوب وتقوم بعمليات تمشيط يعني لمراقبة الغابات وملاحظة يعني الأماكن التي قد تشتعل فيها النيران، أو يعني المساعدة في الإطفاء أيضا إطفاء الحرائق عبر تلك المروحيات. المواطنون يعني اليوم حديثهم يوميا عن الحرائق، وفقط وكما ذكرت أن السكان رووا لنا قصص رهيبة ومفزعة عن تلك الحرائق الرهيبة التي اجتاحتهم، ويعني في سرعة وفي لحظة ما تحول كل شيء إلى جحيم. كذلك وأنا كما ذكرت في طريقي من ولاية الطارف إلى سقهراس عبر مدينة وحجار، يعني هناك ما زالت القوافل تأتي من بسة، كذلك لاحظت قوافل من طرقين في ولاية سيدي وزو، من باتنا، من خنشنا، يعني فيها العديد من القوافل ما زالت تحط رحالها سواء بمدينة سقهراس التي أنا الآن متواجد فيها أو ولاية الطارف التي غادرتها
قبل وقت غير بعيد. طيب أبرز المساعدات التي وصلت، هل هي مساعدات غذائية أم مساعدات طبية؟ طبعا المساعدات متنوعة، غذائية بمختلف الأنواع، كذلك الأغذية والأفرشة. أنت تعلم الكثير من السكان ضاعت أسرهم واحترقت بما فيها، كذلك يعني الأدوية أيضا وصلت. وحينما كنت في مركز تم وضع المقل الذي كنت أنا متواجد فيه في منطقة طنطرة الحمراء في تابع دارين لمدينة لدائرة القالة، كان هناك يعني أقسام مخصصة بالأدوية والأفرشة والأغطية وكذلك بالمواد الغذائية، ويحاول المسؤولون المحليون يعني توزيعها على العائلات التي تضررت يعني طبعا بعد إحصائها. كذلك هناك دعم يعني بشري، هناك من جاء يعني حاملا للمواد الغذائية وبقى هناك للمساعدة أيضا في توزيعها، هناك أطباء، هناك مختصون نفسانيون، الكل يعني حتى المواطنون يعني الذين تضرروا هم يقومون أيضا بعمليات تضامن عكسية على الأقل من خلال طهي الأكل القادمين والوافدين. أنت تعرف تلك الدواوير كلها نائية يعني وبعيدة، وبالتالي يقومون بواجب الضيافة لهؤلاء الذين قدموا من عدد من الولايات. شهدنا صباحا عبد اللطيف بعض التذمر من بعض المواطنين، من بعض مسؤولي السلطات المحلية، كيف هو الوضع بالتحديد هناك؟ طبعا على كل حال حتى نكون صادقين، رئيس البلدية وأعضاء والأعضاء يعني لبلدية القالة هم يعني مجندون في تلك المنطقة المنكوبة لاستقبال المساعدات وأيضا السهر على توزيعها بمعية النشطاء الجمعويين. لكن في الحقيقة لم ألاحظ يعني أو حتى يعني تحدث لي بعض المواطنين عن غياب سواء المديرين التنفيذيين أو الوالي أو رئيس الدائرة. طبعا قالوا أن الوزير الأول وعدنا، وناشدوا يعني عبر قناة الشروق السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تكون بالالتفات إليهم على الأقل لتطبيق قراراته المعلنة في حق هؤلاء من أجل التكفل التام بهم. تعرف الكثير منهم يعني حرقت منازلهم يعني، وبعضهم لبيت في العراسة. إحدى العائلات هل من ممثلين لمديرية التضامن الاجتماعي قالوا لم نرى أي شخص. طبعا هم ينتظرون يعني التفات إليهم نعم على الأقل لرفع الغبن عنهم ويعني توجيههم او مساعدتهم على الاقل حتى من جانب الايواء. ذكرت في البدايه عبد اللطيف ان وزيرا الفلاحه والتضامن متواجدان اليوم بولايه سوق هراس، ما المنتظر من هذه الزياره برايك؟ يعني المنتظر من هذه الزيارة أولا وزير الفلاحة جاء يعني ليقف على مدى الخسائر التي طبعا وهي المساحات الغابية وتدفع إلى لقطاعه لإحصائها، وكذلك لتقديم واجب العزاء للعائلات التي فقدت أحد بعض من أفرادها. يعني يحاولون يعني بالتنسيق مع السلطات المحليه اخفاء وايجاد اليات يعني لتعويض الخسائر خاصه للفلاحين. تعرف كل هذه المرات سواء طارق او سدارة هم معظمهم هنا يمارسون تربيه المواشي خاصه الابقار، وبالتالي لديهم خسائر كبيره، ينتظرون يعني الاسراع في احصائها وتعويضهم على جناح نعم. الأسرع. فيما يخص التعويض المادي ممكن، لكن أنت عبد لطيف صالحي أنت في الميدان هناك قريب من المتضررين، على احتكاك معهم مع ضحايا هذه الحرائق، من
فقد أهله أو بعض من أفراد عائلته، من فقد ممتلكاته عن آخرها. وكنا نتكلم في ظهيرة اليوم عن الاهتمام النفسي بهؤلاء وخصوصا الأطفال منهم. أنت عن قرب كذلك مع المؤسسات الاستشفائية هناك، كيف ترى إمكانيات المستشفيات هناك والمصالح الاستشفائية من جانب الاهتمام بالجانب النفسي؟ يعني لديهم كل الإمكانيات أم بيحتاجون إلى مساعدات من ولايات أخرى ضروري؟ طبعا في الحقيقة الكارثة كانت كبيرة، وعدد القتلى كان يعني أيضا كبير، وخاصة أن معظم الجثث تفحمت، يعني وصلت متفحمة إلى المستشفى المحلي للقالعة. التقيت كما ذكرت سابقا بطبيب العنعاش، تحدث أنهم حاولوا إسعاف يعني المتضررين قدر المستطاع وبالإمكانيات الموجودة، وقاموا بكل المجهودات لأجل إنقاذ هؤلاء. لكن أنت تعرف يعني كان يعني الوضع وضع يعني صعب جدا، لكن تم التكفل يعني من ناحية، من هذه الناحية تم التكفل للجرحى تكفل تام. فقط يعني عمليات إجراء التحاليل الحمض النووي على الجثث يعني لتسليمها لأهلها. طبعا قام بواجبه الطاقم والكادر الطبي في المنطقة، وكذلك الطاقم الأطباء النفسانيون الذين يعني خصصوا مراكز لاستقبال المتضررين والجرحى يعني معالجتهم من الناحية النفسية والتكفل بهم ومرافقتهم، وكذلك انتقلوا إلى عدد من البيوت. وتعرف كما ذكرت في المختصة النفسانية أن العلاج النفسي يمر عبر مراحل، أولا بالمرافقة ثم بالتكفل، ولابد هناك من آليات وميكانيزمات حتى يعني يتم رفع الضغط النفسي عن هؤلاء. التقيت في طفلة صغيرة قالت لي أني كنت مع إخوتي في المنزل وهم صغار، كانت الوالدة غائبة، وجدتها تبكي، قالت إننا فوجئنا بعد التهام النيران يعني للمنطقة ولا نستطيع البقاء في بيتنا نظرا لهول تلك اللحظات التي عاشوها. طبعا بصراحة الأطباء وسواء تلك الطبي أو النفساني لم يقصروا معها، كذلك كان فيه أطباء قدموا من الجزائر العاصمة، وفي الحقيقة يعني الكل يساعد ويساهد يساهم بما يعني بقدر المستطاع. نعم نعم عبد اللطيف، رحم الله ضحايا الحرائق هذه، وكان الله في عون كذلك عائلاتهم. شكرا جزيلا لك عبد اللطيف صالحي، مفد شروق نيوز إلى ولاية سوق هراس، صباحا كنت في ولاية طارف. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات.